تلقى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني، وفيما دعا الملك الأردني عبد المهدي إلى زيارة عمان، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات بأعلى المستويات. وقال مكتب عبد المهدي في بيان له أن ملك الأردن أن في بداية الاتصال عبد المهدي على تكليفه بتشكيل الحكومة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه، ثم بحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الجارين وسبل الكفيلة لتوطيدها خدمة لشعبين شقيقين.